طب يا ايمن لو سمحت. هي الارقام نرجع للارقام تاني. الارقام لا تكذب ولا تخدع ولا تتكلم ولا تهجس. ايوه ولا تهجس. الارقام ما بتهجس، الارقام بترصد واقع وحقائق. عام 2023 عام تاريخي للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي على مدار اكتر من 100 سنه عنده مواسم كتير جيده. ده عام منهم اللي هو اللي احنا 23. نستعرض كده ارقام النادي الاهلي ورينا كده 2023. نتكلم في 68 مباراه، الفوز 45، تعادل 15 مباراه، خساره في 8 مباريات. بتتكلم في سنه كامله خسرنا 8 مباريات مختلف البطولات. مختلف البطولات الثمان خسائر دول، في ناس بتطلع تقول ان الاهلي انهار والاهلي وقع والاهلي هيقفل ومشوا اللعيبه ومشوا المدرب والاداره. في 8 خسائر في عام، في ناس بتخسرهم في اسبوع او في ناس تخسرهم في موسم يعني او في شهر يعني ما علينا. النادي الاهلي سجل 128 واستقبل 51 وطلع بالكلين شيت 39 مباراه. دي ارقام النادي الاهلي في العام، ما بنقولش برضو يعني نوضح لناس لان ممكن يقول لك طب الموسم ده امر مختلف يعني. ففي العام النادي الاهلي في العام الحالي زي ما ابو علي كده قال عملنا 5 بطولات من 8 شاركنا فيه او لا السته دي البطوله كانت هنعتبرها في العام اللي فات الجديد في بطوله سوبر بتاعه السوبر بتاعه الزمالك دي 22. ما ملخبطونا يا جماعه اللي مش لا مش قصدي يا كابتن لا ملخبطونا. ما احنا عشان ايه لا مش حضرتك انا بتكلم على 23 لا احنا بنتكلم عام 23 خدنا 23 5 بطولات 22 دي بطوله السوبر اللي هي بتاعه الزمالك دي كانت في تبع يعني لما نيجي تبع 21 تبع 22 فاحنا بنقولها ايه عشان في كاس قديم وكاس جديد احنا بنحسبها الكولر لكن في السنة لا وفي السنة الكولر 5 لكن كإجمالي بطولات كولر مع النادي الأهلي 6 تمام. احنا طبعا ايه وبرونزية لا انا مازلتم صامم وانجاز عشان الناس محدش يزعل. البرونزية مش بطولة، البرونزية انجاز خلاص اهي سهلة اهي وبسيطة. برونزية كابتن اسلام انجاز هناك فرق واضح. البرونزية انجاز عشان بس شوف لنا ليها معنى برضه. الناس بتزعم يعني معرفش ليه لما نقول ان النادي الأهلي خد ميدالية برونزية في كأس العالم للأندية الناس بتزعل. ليه لما بنقول النادي الاهلي مركز ثالث عالم الناس بتزعل؟ يا جماعه هو مسمى البطوله، اسم البطوله كده فيفا كلاب وورلد كاب. انا ماليش دعوه، الفيفا هو اللي مسميها مش انا، مش جمهور الاهلي. فالنادي الاهلي فيفا قال لك هو يا جماعه الراجل بيبقى اصلا متثبت اذا كان انت اصلا جايبين بتاع كده مسدس بتاع كاف مش فيفا سميهم كده عشان يقول على طول الناس حتى اصلا يعني المان سيتي طبعا حضراتكم عارفين اللوجو بتاع البطوله ريال مدريد لما خده وحط اللوجو لانه شاله انه خلاص ما بقاش البطل. بالله عليكم يا جماعه جمهوركم يستحق احسن من كده. لما تقول لي على واحد عالمي عشان بالنهاية مرة تقول ايه للي راح 9 مرات كل مرة بيدغدغ كل اللي بيلعبهم في القارة كرويا يعني وبيدغدغ اللي دغدغ اللي في القارة اللي جنبينا وبيدغدغ اللي دغدغ اللي في القارتين على بعض ثم يذهب ضمن 4 دغدغوا الباقيين فيعملوا بتاع كده 3 حتت يقفوا ويجي الراجل انفنتينو حتى لو مترفع بالبتاع زي افلام زمان يروح قايل ان دول اهم من اللي كان مرفعه حد لابس طاقيه طبعا ما هيظهر ازاي ما عارف لو مش الاهلي كان ظهر بقى الراجل لكن الاهلي جايبين له طاقيه لخفة يا عم الاهلي الاتصالات بمصانع طواقي لخفة فهو ده عام عام يجب على جمهور الاهلي ان يتحفل يا جماعه اعذرونا والله لانه اللي بنسمعه كتير يعني واحنا على قد ما بنقدر بنرد يعني بنحاول يعني على قد ما نقدر. فهي الفكره كلها ان لا ان النادي الاهلي فخر الصناعه المصريه. النادي الاهلي قوة من قوة مصر الناعمة. النادي الأهلي يستحق هذه المكانة لأن النادي الأهلي بيتعب. مع احترامي محدش يعني محدش بيدي النادي الأهلي أكتر من حقه. النادي الأهلي النهاردة بيصرف على زي أبو علي وكابتن محمد حشيش والكابتن وأستاذنا أستاذ عصام صيام بيتكلموا وحضرتك في البرامج وقناة بنتكلم على إنجازات في الصلاة ألعاب الصلاة لعيبة رايحة منتخب. النهاردة عندنا أعتقد لاعب عمرو زهران اسمه عمرو زهران اصابة رباط صليبي النهارده ومن في بطولة يعني مع المنتخب النهارده تعرض لاصابة رباط صليبي هيغيب مين اللي هيعالجه مثلا ويأهله النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعد لعيبه للبطولات الدوليه بيصرف على العاب قد كده البطولات دي ما بتدروش دخل يعني النهارده لكن ليه؟ لان ده من دور النادي الاهلي المجتمعي حبا واحتراما. فالنهارده النادي الاهلي لما بيفتح 4 فروع عنده 4 فروع بيقدم فيها خدمات لمصر كلها. النهارده ما ينفعش يجي حد يقول لي اصل
ما انت عندكم اربع فروع لا احنا ما عندناش اربع فروع، هي ما بتتاخدش كده. انت شوف انت بتصرف قد ايه عشان يبقى عندك الحاجات دي. كم واحد مصري اشتغل في الاربع فروع؟ الفلوس دي جت منين كمان؟ شوف بتفتح كم بيت وبتصرف على كم واحد على فكره معلش يا جماعه انا بعد اذنكم